السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عبادي زير في حلقة جديدة من سيفر ماينكرو. حياكم الله جميعا، وعدنا إليكم بحلقة دسمة بإذن الله راح تعجبكم زير الحلقة الماضية اللي مرة عجبتكم. الله يسعدكم على الدعم الجميل الحلقة الماضية، شكرا شكرا جزيلا لكم. حلقة أخيرا من ماينكرو تقريبا وصلنا 23,000 لايك وطلعنا ترند عام والأشياء الطيبة هذه، فالله يسعدكم، شكرا شكرا جزيلا لكم. وبإذن الله الحلقة هذه تنال إعجابكم، والحلقة هذه جدا دسمة زي الحلقة الماضية يا زلمة، صدقني صدقني الحلقة جدا دسمة، لأنه راح نبني فيها شيء في منطقتي، وراح أروح الأسبوع نفتح محل جديد، وراح يصير فيه مثل التعاون وبزنس بيني وبين سبيد. ان شاء الله يصير البزنس هذا صراحه، ولكن راح نحاول معه ونشوف انه ان شاء الله نطلع ببزنس بينه وبين سبيد، لانه انا احتاجه وهو يحتاج تقريبا في البزنس هذا. ما بيحرق عليك الحق عزيزي المتابع، ولكن خلينا نقول بسم الله ونبدا في حلقتنا، ونقول اول شيء بسم الله في منطقتنا. اول شيء قبل نبدا لا تنسى لايك عزيزي المتابع، لانه شوف يعني ما شاء الله الحلقه الماضيه قلت لكم انه اكثر حلقه عندنا في ماينكرو موصله تقريبا 19,000 لايك. الحلقه اللي بعدها يا جماعه الخير فعليا، شوف الحلقه اللي بعدها، الحلقه اللي بعدها يا جماعه الخير وصلنا 23,000 لايك اللي هي الحلقة الماضية، فالله يسعدكم. فعشان كذا راح يجي هنا، نزلت بالغلط، فعشان كذا راح نجي لغرفة الإنجازات هذه ونحط رقم الحلقة هذه. أنا ما أدري صراحة هل تبون إني أصير أجدد، يعني مثلا الحلقة هذه خلاص قدها راحت يعني فنشيلها خلاص، فهمتوا علي كيف؟ يعني أقوى حلقة عندنا في ماينكرو حاليا جابت 23,000 لايك، ما أدري الحلقة هذه راح نقدر نحطم الرقم هذا حتى لو في 1000، ترى أهم شيء حطمناه، فهمتوا علي كيف؟ فما أدري لوقت تنزيل الحلقة الجاية من ماينكرو راح نقدر نحطم أكثر من 23,000 لايك، انا ما ادري. فيعطيكم العافيه، شكرا شكرا جزيلا لكم، والله اني احبكم من صمصوم صمصوم قلبي يا جماعه الخير. ما ادري اذا شفت الحلقه نزلها بير، ولكن فزت بالجائزه هذه يا جماعه الخير، لعبت اللعبه اللي سواها في السبون، يعني صراحه هو ساعدني الصدق، يعني فهمت علي كيف؟ ساعدني مره الين فزنا بالجائزه الاسطوريه اللي اعطاني اياها بير، الله يسعده، والله ما قصر، جائزه جدا رهيبه، فيها سكن وهنا ودايموند، يعني يعرفني احب الدايموند، يعني ادري ايش احب الشكلات هذه. فيعطيك العافيه بير، ما قصرت والله. اليوم يا جماعة الخير عندنا شيء راح نبنيه في منطقتنا، ولكن قبل نبنيه في منطقتنا عشان كذا ينفتح نفسي صراحة البناء والأشياء هذه، صراحة ودي أروح السبون وأشوف أرباح يا جماعة الخير، ودي أشوف أرباح محلاتي، ودي أشوف الأشياء، بما أنه يعني اليوم راح نفتح محل جديد، يعني نبي نشوف أرباح محلاتنا إيش وضعها يا جماعة الخير. تعرفوني ما أفتح محل إلا لما يكون راح يجيب أرباح، فهمت علي كيف؟ خطة ذكية. ومحل اليوم بإذن الله راح أفتحه في أقل التكاليف، لأنه زي ما قلت لكم راح أحتاج مساعدة شخص، ولكن خلينا نخلي موضوع المحل على جنب، فهمت علي كيف؟ ونروح نشوف أول شيء محلاتنا ونشوف ايش الوضع فيها. بسم الله، اول شيء محل الجلاس، ونقول بسم الله ونطلع على فوق. يا اهلا وسهلا، اعوذ بالله، سبونج بوب شكابه هنا. اوه يا عيال في دايموند على سبونج بوب يا عيال، سالفه قلت فيصل، انا قمت بسرق اي شيء. طيب ما نشوف محل الجلاس، هلا والله اهم شيء ما عندي كروكوين 20 حبه من هنا. اوه ستوك من هنا يا عيني، والله يبينا نبي المحل، والله هذا المحل دفعوا لي فيه ستاكات كروكوين ماني بايعه، نعرف انا افكار يا جماعه الخير، ففكره محل تقول اليوم راح تعجبكم. وعندنا المحل الثاني هو محل الشركرات، خلينا نقول بسم يا شباب والله شوفوا، تقول لي عبادي انت ليش ما قاعد تبني فارم اوتوماتيكيه تجمع فيها الشركرات؟ الجواب هو بكل اختصار اني في بعض الاحيان لا مليت اسيب اثناء المتابعين، فهمتوا علي كيف؟ في تويتش نروح نجمع مع بعض ونسالف، فهمتوا علي كيف؟ وهذا الحين ما جاء اخذها يا اخي، ثالث اصيده. وشوفوا كم باقي لنا، 1 2 3 4 5 6 7 حبات الى الان. وشوف الحلقه ما طفرت صراحه من التحدي حق 30 ثانيه مو الماضي اللي قبلها، قمت ترى نطلع اربعه. طيب 8 9 10 11 12 22، ماشي الوضع، يمدينا بعدين نصير نجمع زياده. وهنا عندنا لعبه الدايموند، في تقريبا حول 3 متسابقين لعبوها، ما ابي اطلع مين، روح شوفوا بحلقاتهم، وروح شوفوا بعد بحلقاتهم كم جمعوا دايموند. انا الان يعني ما ابي اشوف فيها، اهلا وسهلا باشلال الدايموند، اقترحتوا لي كثير اقترحتوا لي عبادي حط هنا مثل جلاس او شيء، فهمتوا علي كيف؟ عشان لا احد ياخذ من الدايموندات هذه ويقرب لها. فصراحه يا جماعه الخير راح اسوي شيء زي كذا، ترون ذيك اللي يحطوها في المولات ولا في الاماكن كذا اللي فيها مشاهير وما ادري ايش، تكون كذا عمودين وفي كذا احمر بالنص، فهمت علي كيف؟ زي السور انه ممنوع تدخل ذا المكان هذا، فودي اشوف الديزاين واسوي شيء زي كذا، فهمت علي كيف؟ او انه اسوي سور بشكل جدا حلو. اني احط جلاس، المشكله يا جماعه الخير انه المكان جدا عالي، فهمتوا علي كيف؟ راح احط جلاس راح يبان شكله مو مره، ما ادري، ممكن اشوف سور بديزاين جلاس، ممكن جلاس بين الاشياء هذه، باذن الله راح اشتغل على هذا الشيء بعدين. طيب خلينا نشيك على بئر الحظ، وين كان هذا هنا؟ يا رب انه يعني في اربح منه، ما ظنيتي، ولكن يعني نشوف احنا 15 حبه، اوكي يعني مو مره بس يعني تمشي الحال تمشي الحال صراحه.
ويا جماعة الخير، انتوا قلتوا لي في الحلقة الماضية انه عادل غش في اللعبة وطلع من الارينا، واذا طلع من الارينا يعني المفروض انه يكون خسران، صحيح؟ انا ما ادري عن القانون هذا، ولكن اليوم باذن الله في المناقشة اللي راح ناقشها مع سفيد باذن الله راح اطرح عليه الشيء هذا ونسوي رياكشن مع بعض على المقطع او الفايت اللي صار بيني وبين عادل، لانه اذا الراوند هذاك يعتبر خسران فيعتبر انه تعادل، راح يكون في فايت ثالث هو اللي راح يبين هل انه انا راح افوز ولا هو فايز. فهمتوا علي كيف؟ اني بشوف الوضع لانه ما بيتخلى عنها صراحة. هنا الذياب هنا عادل، ممكن نصير بدل عادل هنا، ما تدرون يا جماعة الخير. طيب حان الوقت اني ارجع لمنطقتي الان. الشيء المجسم اللي راح نبنيه في منطقتنا زي ما قلت لكم في الحلقة الماضية لازم نبني شيء في منطقتنا، هو الموب اللي احبه في ماينكرافت الوحيد صراحة صراحة يعني، اللي هو الاكسلوت. نعم يا جماعة الخير، راح ابني اكسلوت في منطقتي، راح نبني المجسم فقط. المجسم هذا راح يكون للافران الاوتوماتيكية. الافران الاوتوماتيكية ما راح ابنيها معكم لانه معروفة اظن وعادي، ممكن احط لكم فيديو تحت الوصف كيف تبنون الافران الاوتوماتيكية هذه، ولكن هذا باذن الله الشغل راح يصير في البث اوتوماتيكيه. ولكن اليوم راح نبني المجسم. طبعا اللون اللي راح ابنيه هو اللون البينك اللي هو الوردي، اللي هو اللون الاوريجينال حق الاكسلوتل اللي هو هذا هو لون حلو صراحه، لون الاصلي للاكسلوتل. فهمتوا علي كيف؟ ولكن محتاج صراحه وين ابنيه يا جماعه الخير، انه صراحه شويتين كبير، يا اني راح ابنيه في المنطقه هذه يا اني راح ابنيه في المنطقه هذه اللي هنا. جدا محتار، ما ادري. المنطقه اللي عجبتني انه صراحه حجمها شوي كبير، لانه يا جماعه الخير حتى البيئه اللي راح تكون حول الاكسلوتل راح يساعدني في الشغل في المنطقه هذه، فعلى اغلب على راح نبني في المنطقه هذه. صحيح انه هنا في ديزرت في مدري ايش حق البايوم هذا، ولكن مو مشكله ستيل انه يعتبر في منطقتي. لو تشوفون اللي عندي المنطقه كيف جاي، تحسوا هنا جاي شكله غلط. فهمتوا علي كيف؟ اما هنا 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 مع واحد راح يكون شكله مناسب وحلو. فهمتوا علي كيف؟ حتى الحين اقتنعت، ضروري الحين اقتنعت معكم في الحلقه اني راح ابني في المكان هذا، ما راح ابني في المكان ذاك، خلاص مو مشكله. طيب مجهز موارده واموره جدا تمام. يبي لي نبنيه يا جماعه الخير. نبدا البلاي. هذه اغراض يا جماعه الخير، هذول البلوكات اللي راح ابنيها فيه، جدا بسيطه. زي ما قلت لكم المنظر الخارجي دائما اشتغل عليه في التويتش، فتاكد يا عزيز المتابع انك مسوي لي فولو في التويتش علشان ما تفوتك البثوث هذه. عندنا البثوث كثيره في التويتش يبي له شغل، بشتغل على مصنع الدايموند وبشتغل على مكان الاكسلوتر والافرونت اوتوماتيكيه، فعندنا شغل كثير راح يكون في التويتش، ولا تفوتكم بثوث التويتش يا جماعه الخير. انتم شفتوا الحلقه الماضيه يعني كيف صار في اشياء واكشن صار بالتويتش، فتحت هديه معهم، سويت فايت مع فيصل معهم، تروح عليكم اشياء جدا كثيره، ومو كل الاشياء راح تكون موجوده في الحلقات. فهمتوا علي كيف؟ انا الشيء اللي اخذته من البث الحلقه الماضيه كان فايت عشان تعرفوا انه تراجب تراس فيصل. فهمتوا علي كيف؟ فحاليا راح اترككم اوكي مع الريبلاي وانا قاعد ابني الاكسلوتل الاسطوري، ونعود اليكم باذن الله بعد ما اخلص الاكسلوتل، لانه يبي لي اضبط شيء علشان نسوي اجتماع مع الاسطوره سبي. وعدنا اليكم في لقطه الريبلاي الاسطوريه، وبما انه قاعد نمضي الاكسلوتل فايش رايكم اعطيكم معلومات عن الاكسلوتل في الحياه الواقعيه. اسمه عفريت الماء طيب، ويتغذى على الديدان والحشرات هذه، والموطن اللي اكتشفوه فيه هو المكسيك. وسبحان الله سبحان الله يا جماعة الخير، المخلوق هذا عنده القدرة انه يقدر ينمي اطرافه المقصوصة، يعني مثلا صار كذا شيء انقطعت يده بعد فترة يده ترجع تنمو من اول جديد. يا سبحان الله، صراحة اليومكم هذا انا ودي اشتري واحد في الحياة الواقعية. اعطونا رايكم في الكومنتات، اشتري ولا ما اشتري؟ وبكذا يكون خلصنا الاكسلوتل يا هلا. دقيقه ناقص شيء ناقص شيء ناقص شيء ناقص شيء، ثواني نجي هنا ونسرق واحد علشان اريكم انه والله صدق نفسه. والله رهيب. دقيقه خلينا نشوف يطير من فوق. والله نايس. الله انا اول مره اشوفه ترى كذا وين طاير ترى. شوفوا كيف، هذا هو الاكسلوتل، ولكن هذا صغير هذا كبير. يا اهلا وسهلا استاذ اكسلوتل. واو والله نايس صراحه. وصراحه ليش اخترت الاكسلوتل عشان يكون ايوه سمي المباد داخل. يا ساتر يا ساتر، ما بتراب، موتوا موتوا، خربتونا واستخدمتونا المكان. الله لا يعطي عدوكم عافيه يا شيخ. اخترت الاكسلوت عشان يكون مكان الافران، لانه يا جماعه الخير ينفع زي ما انتم عارفين الافران تكون بشكل طويل. فهمت علي كيف؟ من هنا لهنا. راح ابني الافران الاوتوماتيكيه العاديه، مو زي اللي مسويها سبيد ذيك المره معقده. راح ابني العاديه لانه استخدامي لها مو مره كثير، وانا احتاج استخدمت حق السبيد اللي في السبون. فهمت علي كيف؟ راح يكون استخدامها شيء عادي. فهمت علي كيف؟ حرق الاشياء العاديه. باذن الله في البث المباشر بنعدل لكم التعديلات. شايفين هنا في شايفين دول اللي هنا اللي هنا، شايفين في كذا مثل اشياء يبي لها تعديل شويتين، وراح نبني الافران الاوتوماتيكيه باذن الله في البث المباشر اللي راح يكون باذن الله في تويتش. اتاكد انك مسوي لي فولو على تويتش راح تلاقيه في الوصف. طيب بالنسبه بعد للشكل اللي راح يكون حوله، صراحه ما ادري ايش راح يكون حوله، ولكن في فكره مره حلوه ببالي باذن الله راح تشوفوها في الحلقات القادمه. الحلقه القادمه راح تشوفوا الفكره جاهزه وبس. طيب يا جماعه الخير، حاليا راح افهمكم ايش هو المشروع الجاي اللي راح نسويه
في السبون وليش احتاج سبيد. المشروع اللي راح اسويه الاسبوع الجاي انتم عارفين انا ما ادخل على مشروع الا يعني راح باذن الله يجيب لنا ارباح، فهمتوا علي كيف؟ المشروع اللي راح يجيب لنا ارباح هذا هو البريكس. نعم يا جماعه الخير، البريكس اللي هي تقريبا هذه اللي بنيت فيها المصنع، عندي كميه منها جدا كويسه يمدينا افتح فيها محل، ولكن اذا خلصت الكميه هذه راح انكب. وطبعا المجموعه هذه كلها جبتها بمساعده سبيد صراحه، بنسبه القرويين حقينه كان عنده حول 10 قرويين، ولكن سبيد حاليا يا جماعه الخير صار تقريبا قاعد يشغل 4 الى 5 ايام على القرويين حقينه اللي عنده في منطقته. فقلت ليش ما اشارك سبيد ويصير هو المورد والاشياء هذه، تمام، وانا اصير ابيع والترويج علي وكل شيء علي، فهمتوا علي كيف؟ فحاليا يا جماعه الخير ابي اروح عند سبيد ونحاول نقنعه بانه نصير شركاء في الشيء هذا. استاذ سبيد اهلا، وينك؟ هلا والله، وينك؟ وينك انت؟ الله يسعدك، وينك؟ هلا، لو سمحت لو سمحت وقف 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 في مكانك، وقف الله بس دقيقه بالله. هلا والله استاذ سبيد، شو اخبارك؟ شو طيب؟ هلا والله، شلومك؟ ان شاء الله بخير. طيب ما قلت شيء لسبيد ابدا، جاي وكذا جايك في بزنس سبيد. ايوه، في فكره في بالي اني افتح محل، والمحل هذه سبيد اذا ثر بالله يحط لك كذا ميوزك حقت رسميات، الله يسعدك. اوكي، البزنس هذا سبيد يعتمد علي وعليك. لانه شوف سبيد، البزنس هذا ما راح يكتمل الا بمساعدتك صراحه يعني. اوف، تعرفني أنا شخص، نعم نعم نعم، أنت سبيد، تعرفني أنا شخص يعني ما أحب التعامل مع القرويين، أنا ذول القرويين كذا أحسهم في حياتي كذا غم كذا، ما أتحب التعامل معهم. أنت ما شاء الله بالك طويل ما شاء الله، وش مسوي هنا؟ هذه كلها قرويين، كلها قرويين، صار ما أدري كم مشتغل عليها. يعني أنا ودي أفتح محل أبيع فيه بريكس. اوه اوكي، نعم نعم. بتقول كوارتز، كنت برنك قلت في محل لا 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 كوارتز. هذا البزنس حقي انا بفتح محل. الصفقه الثانيه جيتني اول مره تبغى ايرون، والحين جاي صفقه ثانيه. وشوف وشوف سبيد راح يكون في مربح لي ايوه بزنس بارتر، راح يكون في ارباح لي واربح لك. طيب فهمت علي كيف؟ اسمع لو سمحت اصبر بنام. يا تفضل اسلم، خلص الغفه. خلص الغفه الله، عشان تركز معي كذا. فيا استاذ سبيد، يعني الموضوع يعتمد علي وعليك، راح يصير راح تصير انت المورد للشيء هذا، فهمت علي كيف؟ طيب دقيقه، انا راح اصير يعني اوفر لك البضاعه يعني. لا لا راح بس ابيك تعطيني اكسس لاستخدام القرويين فقط لا غير. لأن الانتاج السبيد راح يكون من عندك، فهمت علي كيف؟ وانا تعرف عندي طرق في الترويج، فهمت علي كيف؟ تعرف انت عندي محلين، يعني انا اول مره افتح محلات يا جماعه الخير في سيرفر ويجيبون لي الارباح هذه. الله يسعد، الله يسلمك. معليش يعني تشرب ماي، اشرب ماي، اشرب ماي، الله يسعدك. جرك الكامل جبت لك، الله يسلمك، هلا والله. فيعني ايش رايك بانه يعني نصير شركاء في الشيء هذا؟ فراح يصير انت ما راح تشتغل، انت ما راح تشتغل، انت اللي عليك بس توفر لي، انت موفر لي عفوا. اي بالضبط، الاكسس اني استخدم القرويين قبل سويت ارباحي. هذا الموضوع، وباذن الله يعني ما نختلف على موضوع سبيد، احنا ما نختلف يعني. اي لا ان شاء الله ما نختلف، بس كم احنا ما نختلف. طيب خلينا نقول يا سبيد، من كل ستاك نطلعه لك 25 حبه. موافق موافق؟ اي من كل ستاك 25 حبه تجيك. جميل، بس بشرط. هلا والله، شرطك امشي معايا وانا امشي معاك. تعال الحين اوريك شيء، امشي معايا اوريك شيء، شلون نوقع العقد. هو نسجل ورقه والقلم، انا نسيته هناك عندي في البيت. ما عليك كل شيء موجود، بس تعال شوف. هلا والله، هلا والله. ايوه، انت الحين تجي تضغط على هذا، كم يبيع لك هذا؟ يبيع اربع ايرونات بامرد، أربع ايرونات في امرالد بالضبط. اي كذا انت بتخسرني ايرون، فوش مطلوب منك؟ ايوه، ايش مطلوب مني؟ انا بجيب لك الجولدن ابل والويكنس، وتضغط كذا تخلي عض الزومبي وترجع تعالجه ثاني مره. جميل، اذا عالجته انت بيصير يبيع لك بحبه. جميل، انا الحين يبيع لي حبه الايرون وحبه امرالد. أوه، بعد ما تعالج هذول المجموعه، شفت هذه المجموعه اللي الحين تونا ما خلصت الجيل الثاني، هذه عندك صفين كلهم نفس الشيء. الصف اللي ورا واللي هنا واللي هنا. يا سلام يا جماعه الخير، الانتاجيه بتكون نار نار. هذول يجيبون لك بالحاله 19 ستاك امرالد. 19 ستاك امرالد. ايه، اوكي، عندي هنا فوق لو سمحت. ايوه ما شاء الله، ما شاء الله، كذا انا مخليهم فوق. ايوه. هلا والله، وش دول سيد. اضغط عليهم شوفهم يبيعون لك الشيء اللي تبغاه. بالضبط، حبه امرالد ب 10 حبات. انا بس عشان اعالجهم اول مره، بس عشان اعالج هذول كلهم يعني. مو اعالجهم، عشان اجيب الكوارت لازم اشتري منهم مره. اوكي اوكي، الكميه هذه تعال شوف، هذه هنا هنا يعني، كل ما تخلص منهم. اوكي اوكي، كل ما تخلص منهم لفه كامله على كل اللي فوق بيطلع من عندك قد كذا. جدا نايس، جدا جدا نايس. اجل فباليوم تقدر تطلع بشولكرين، اللي هو 10 دقائق في ماينكرافت تقدر تطلع بشولكرين عبادي. جميل، شوف، مناسب العدد، مناسب مناسب جدا. غير كذا انا عندي كميه بسيطه، فهمت علي كيف؟
وعشان يعني كتابة العقد هذا راح أخليك تشاركني الأرباح هذه. هاي أصلاً هاي أصلاً هاي أصلاً دقيقة دقيقة دقيقة، أنا غصب عني بخليك تشاركني في أرباحهم، لأنه ترى ما يعني مستخدم إيش اسمه يعني إنتاج من عندك. من إيه ما يجون واحد إنتاج من عندك بالضبط بإذن الله. خلاص اتفقنا. إيه صح، لا أصلاً كانوا من عندي. أقول لك أنا هذا مقصدي، إنه يعني طلع إنتاج من عندك. أنا عشان كذا يعني شفت البضاعة يعني ما شاء الله، فقلت لازم أشارك سبيد. وسبيد يعني أحس سبيد حنا لأنه وياك نعتبر منافسين في السوق، يعني نعتبر الناس المنافسة. إيه إيه نبي كبار هذا أيوة. حنا الحيتان اللي في السوق، عرفتوهم حيتان السوق. مانكرو أنا موافق خلاص أبد أجل. أكسس كل عليك إنه أول مرة بس تعالجهم عشان لا تصرف الأيرون وكله، عشان لا أرنك على أبد. لا إيه تم تم تعال تعال أوه أوكي أوكي نايس 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 نايس. الأمر بخليها هذا. أصلاً زي ما قلت لك عندي كمية حالياً، خلنا نبيع الكمية هذه، عندي كمية كبيرة طبعاً. عشان كذا جماعة الخير فكرت أفتح، ولكن قلت إيش إذا خلص بأنك منين بجيب؟ قلنا سبيد الشخص المناسب. فأجل بأرسل لك بأرسل لك العقد مع زاجل. مع زاجل بالضبط بيجيك بإذن الله. أيوة بس مع مع صبي. بأرسل لك. هو يأخذ عموله، هو يدور. هو يدور أي شيء يأخذ عموله. أي هذه برسل لك ال شو اسمه وقع وارسل لي عاد مع نفس الولد راح أرسل لي. الله يسلمك يلا يعطيك العافية سبيد ونراك. لا فتحنا المشروع بإذن الله، يعني بتلاقيه في الأسبوع. طاولتك معك. الله يسلمك الله يسلمك. بعد المتابعين ولك المتابعين هذا اللي حطوا لايك والاشتراك. الله يسعدك يا اخي. الله كذا تم الصفقه يا جماعه الخير، حاليا نروح نبدا المشروع كذا امنتنا. يلا وعدنا اليكم يا اهلا وسهلا بعد المفاوضات وبعد ما خلاص اكدنا انه يمدينا نفتح المشروع يا جماعه الخير. هنا عندي جماعه البلوكات اللي راح ابني فيها المتجر الخاص فينا اللي راح نبيع فيه البريكس. طبعا فكره المتجر هو تقريبا متجر متنقل او خلينا نقول سفينه على متجر زي كذا، ما ادري صراحه انه راح تكون في البحر يا جماعه الخير. بالنسبه للاماكن صراحه كنت محتار بين ثلاث اماكن تمام. اول واحد كان تقريبا هنا في المكان الرهيب هذا اللي هنا، بعدين لاحظت انه هنا اظن بير حاطط السينات هذه علشان يبني جسر من هنا لهناك. بعدين قلت احس منظرها راح يجي كذا غريب صراحه تكون بين جسرين، وفي جسر هنا وجسر هنا، كيف دخلت السفينه لهنا؟ هي مو سفينه، ما ادري كيف بيت متنقل متجر متنقل زي كذا. بعدين المكان الثاني اللي اقترح علي سبيد اللي هو المكان هذا اللي هنا، بس فكرت فيها يا اخي معليش معليش المكان هذا انتم عارفينه، هذا المكان عارفينه ومشهور، لانه المكان هذا يا جماعه الخير احسه مكان الواحد يجي يوقف فيه عشان يشوف المصنع، يحط شادرز وانعكاسات واشياء طيبه علشان يشوف المصنع هذا، يعني تقريبا زي كذا يا جماعه الخير. فانه يكون الشاب حقي هنا يا جماعه الخير غلط غلط جدا. فالمكان الوحيد صراحه اللي شفته مناسب صراحه اني ابني فيه الشوب اللي هو المكان هذا اللي هنا. نعم يا جماعه الخير هذا المكان الاسطوري الرهيب اللي راح يكون باذن الله فيه المشروع حقنا البسيط اللطيف اللي باذن الله راح يطلع لنا ارباح طيبه. طيب حاليا راح اترككم مع ريبلي وانا ابني المبنى الاسطوري هذا. بالنسبه للاسعار الان ما حطيت اي شيء في بالي، ولكن راح يكون باذن الله سعر مناسب وسعر مقبول انه الواحد يشتري ستاك بريكس. نرجع لكم باذن الله بعد الريبلاي. بعد الريبلاي راح تروحوا تشوفوا عبادي قاعد يجرب لعبه عادل اللي هي حقتها ون بيس. اوكي راح اجربها معكم، بعدين راح نرجع باذن الله مع بعض نشوف المبنى مع بعض ونشوف التسعيره ونشوف كل شيء جاهز، نفتح المحل مع بعض ونشوف عاد الارباح كيف راح تجينا. ونقول بسم الله ونبدا في لقطه الريبلاي الثانيه في حلقتنا هذه. طبعا حبيت المحل يكون شكله غريب اوكي، عشان كذا بنيته فوق البحر وحبيت انه كذا يكون اسمه المتجر المتنقل. متخيل فكرته مره حلوه ومره سمبل وتصميم جدا جدا عاجبني لابعد درجه، بانه كذا جاي ريفي مع مودرن كذا بتصميم كذا مره حلو. وابي رايكم في الكومنتات اكتبوا لي. طيب يا جماعة الخير ودي أجرب لعبة عادل هذه اللي هي أظن لعبة هومبي صراحة. فا أيوة مين هذا؟ حسب واحد الله يقطع بليز زومبي عادل يبي لك تجمع المكان هذا لأنه وين يا ولد لو رزبا شيء وتفجر أعوذ بالله. طيب اللي فهمته أنا من اللعبة أنه يمديك تدفع أظن دقيقة هنا مكتوب أظن يب حياك الله في بطن لوفي لعبة كنوز الحظ. أوكي ادفع 10 كرو كوين وروح أكسر شولكر عشوائي بدون ما تشوف وش فيه. اللعبة تحتوي على نوتش أبل بيض دجاج الله يقطع بليزك بيكاكس قوي. أوكي أظن هذه الأشياء اللي مرة نادرة. طيب أنا راح أشتري اثنين. أوكي راح اشتري اثنين، خلينا نجيب بس كرو كوين ما عندي هنا، راح ناخذ 20 حبه وراح اشتري شولكرين اوكي ونشوف حظنا عادي يا جماعه الخير. نطلع لفوق. طيب طيب شوفوا راح اختار هذا وراح اختار الابيض ما ادري ليش بس راح اختارهم. اظن راح ادفع هنا المفروض هذه 20 كرو كوين. طيب راح نحط الشولكرات هنا.
ما ادري ايش ما لحقت اقرا ايش مكتوب، ولكن خلينا نفتح هذا اول شيء. هلا والله. اوكي شوفوا، اظن مربح تقريبا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اوكي وش الكر حقه الكر كوين، يعني ما ربحنا ولا خسرنا. الحمد لله كيف كان رحت شريت من عند فصوليا وبرجع ابيع الشركه حقي عشان اطلع اربعه، يعني ما ربح احبه الكر كوين. طيب خلينا نشوف الثاني الان. بسم الله الرحمن الرحيم، بدنا السنيار وبيكون في شيء طيب. كذا خسرنا عشان الناس ما تشتري تشوف انا في دجاج كثير. مو مشكله يعطيك العافيه. عادل حكني يدي اشتري واحد ثالث. اخر واحد يا جماعه الخير، صدقونا اخر واحد. هو تجيب الراح نص ستاك كرو كوين هذولي، نص ستاك كرو كان باخذ برتقالي هذا. بدي ناخذ الشوكر صح. الله لا يعطي بريزك عافيه يا عادل، كله بيض. طيب اوريك هل ايوه ما تقول اه لا حد يعلم عادل انه انا فقشت البيضه ذا كاملا. والله اني واثق عيال. ناخذ الشوكر بس لايك ذا بليس لعبتك الخايسة، على الأقل لعبة تربحك أشياء تستفاد منها، يعني مو زي لعبتك مش كأقل حبتي بحب تكروك. هذه 10 10 الله لا يطيب زكابي. المهم أنا استأنست خلاص عادي، لو حط 30 كروك هنا عادي ما عندي مشكلة. وعدنا ليكم بعد ما خلصنا المحل المتنقل. نعم يا جماعة الخير، رسم جدا بسيط أدري، ولكن صراحة شكله جدا جدا عاجبني يا جماعة الخير. تغيير شكل عن المحلات هذه يا جماعة الخير، مبنى ومدري إيش، لا أنا أبي أبني محل متنقل. هذا ترى بناؤه جدا سهل، يعني تفكرت تغيير مظهره ترى سهل يا جماعة الخير، جدا سهل. وجبت عندي البضاعة هنا يا جماعة الخير تقريبا شولكر ونص تقريبا حولها. وبالنسبة للسعر صراحة حتى ناقشت مع سبيد في الموضوع هذا، قال لي انه يعني السعر مناسب. طبعا السعر اللي اتفقنا عليه تقريبا هو انه الستاك الواحد بحبتين كروك كوين، اشوفه جدا سعر مناسب يا جماعه الخير. اظن انه كذا تمام يا جماعه الخير. نقدر نحضر هنا ستيل عشان يعني نجي من هنا سريع يطلع. طبعا اضفت تعديلات بسيطه سويتها تكه زي كذا بهذا الشكل. من تحت اضفت زي كانه في قارب هنا، فهمتوا علي كيف الاشياء هذه. اوكي يعني شويه وارد شويه اشياء، خلينا نشغل النار هنا. اوكي وتقريبا فوق زي مظله انتم شايفين اللي فوق هناك، مره عاجبني الابعد حد يا جماعه. طيب خلينا نقول بسم الله نحط البضاعه اوكي بهذا الشكل، ننقلها الى المكان هذا. ممكن يا جماعه خير نعدل تعديلات على المبنى، نضيف الارمر ستاند، نضيف اشياء نعدلها، ولكن ذي يبيلها روقان يا جماعه الخير صدقوني، حقت الارمر ستاند والاشياء ذي. اوكي فيبيلها شغل بعدين باذن الله في البث المباشر. طيب نحط زي كذا الان هذا المليان. اوكي ونجيب اللي هو السعر بهذا الشكل اللي هو 1 اس يساوي 2 كرو كوين. شوف سعر مناسب صراحه، وتقريبا هذا كم مشروع. طيب حاليا اظن انكم يعني لاحظتوا اني نسيت موضوع عادل والبي في بي. طبعا المناقشه اللي تناقشتها مع سبيد انه سالفه انه عادل طلع من الارينا، فسالني انه وين المكان اللي طلع من الارينا فيه، يعني وين المكان، طلع برا الارينا برا مره ولا انه يعني على حواف الارينا وكذا. وانا رحت شفت الفيديو بشكل مره سريع، ما ادري اذا هذا اللقطه اللي انتم قصدكم عليها لما طلع من الزاويه هذه، انا ما ادري يوم كان واقف هنا. كان سبيد قال اذا طلع من الزاويه هذه يعني ما يعتبر طلع من الارينا بشكل عام، ولكن يعني اذا طلع من المكان هذا برا هنا مره يعتبر انه خسر الراوند اللي كان يلعب فيه. فاظن انه ما خسر عادل يا جماعه الخير صراحه، من الصراحه يعني ما ودي صراحه اعيد من صدق، يعني احس ما له داعي اتناقش على الموضوع وبالاخر العب مع عادل، صدقني مره ثانيه عرفت الشعور هذا، فاحس انه يكفي كذا. توفيق عادل، فاز ما فاز توفيق. صراحه يا جماعه الخير قبل ان الحلقه ودي اشوف الشاب المتنقل هذا، المتجر المتنقل شادر باك صراحه ما شفته. ويا المنظر والله رهيب، نايس والله رهيب، جاي شكله مودرن على الريف، ما ادري كيف جاي صراحه، مره عجبني صراحه. اعطوني تقييمكم في الكومنتات، لكم عافيه المشاهده، كان معكم عبادي، نراكم في الحلقات الاخرى وفي امان الله.